يعطيك العافية. مش أنا عم بقول لك هي القصة. خلي يبلش فيها. لا مجبورين ما هي بتبلش فيها. تفضلوا. شو بتقول؟ جورج نظم لي اللعبة كلها. هلا أنا فضل هشام يبلش صراحة. يلا. مش على ذوقك جورج. مش بعرف ايش على ذوقك. جورج مش على ذوقك. في اشياء شخصية. بدك ياني عصي؟ في اشياء شخصية ما بتظبط. جورج هي بتبلش. طيب. بحلف لك؟ سعد اللي سوري سعد اللي سوري وحياة الله بعتذر. طيب اسمع اسمع مني خليه هو يبلش. هي بعطيك العافية. حضرة حضرة الصايغ شو؟ تذكرتني تذكرتها هشام. حضرة الصايغ ذكرتني. لا هيشان هيديك من هيديك من جملتك بكفي. لا والله ذكريني انا زبون ذكريني. شو هي نكته؟ اوكي انت بتقولي انا زبونتك من 10 سنين مع انه الي زمان ما شو؟ مجيد. مع انه الي زمان مجيد بس هلا بدي بدل كم بدل اوكي بدي بدل كم قطعه صارت قديمه. قطعة. كم قطعة ذهب؟ عندي كم قطعة صاروا قديمين شوي بدك بدي اهلا وسهلا فيك مدام شرفتي. خلص عرفناها. شو بدك بصير ما تعتلي هم. عرفناها. ايوه ازروة. لا بس فريق واعي. فريق ناضج. مين؟ مركز. لحظة بس بشرفك مين عم بربح؟ مين عم بربح؟ تركلي 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 تركلي. كم علامة مثلاً؟ أعطوني الطبق ذهب. إيه شو أي طريقة شيء؟ عرفوني عدروب الليل عم بيجن جنوني عم بدق أبواب الليل يسرق نوم عيوني عم بجن جنوني عم بدق ابواب الليل يسرق نوم عيوني حرام شو بساكي هني المجانين حرام شو مساكين وحدن المجانين وانا الحمد لله بقوا على الخشب والعتب مع الما بيستاهل شو نفعه العتب وانت